انت مش متعوده، وتيجي مثلا يوم الفرح او يوم الحاجه المهمه اللي عندك وتحطي، ساعات الناس تستغربك، وممكن تبقى حلوه وممكن تبقى وحشه، وممكن تبقى عينيكي شكلها حلو، يعني عينيكي نفسها لونها حلو. عندنا ثلاث اسئله. في حد بيسال حضرتك هتعمل ورشه قريب او كورس قريب ولا لا؟ بحضر لحاجه زي كده، لان انا سالت كتير في الموضوع ده، فحاسس ان هم ضاغطين عليا عايزيني ارجع تاني اعمل لهم ورشه عمل يعني ان شاء الله. فان شاء الله نعمل حاجه تبقى كبيره وهقول لهم عليها ان شاء الله. في حد برضو بعت ان